السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الخيوط الجراحية. عندنا الخيوط الجراحية نوعين، نوع بيمتص ونوع لا يمتص، يعني نوع بيدوب في الجسم ونوع ما بيدوبش في الجسم. النوع اللي بيدوب في الجسم عندنا فيكريل، الفيكريل بيدوب في الجسم، وعندنا النوع اللي ما بيدوبش في الجسم أو اللي ما بيمتصش عندنا البرولين. سواء فيكريل أو برولين عندنا الخيوط الجراحية لها مقاسات. عندنا زيرو، خلينا متفقين ان من زيرو واحد اتنين تلاتة اربعة، اعلى من زيرو، رقم اعلى من زيرو ده بيبقى خيط سميك وقوي، لكن اقل من زيرو اللي هو المفروض هنقول سالب واحد، بس السالب ده بنشيله وبنقول زيرو، يبقى واحد زيرو، اتنين زيرو، تلاتة زيرو، اربعة زيرو، وهكذا. يبقى عندنا الخيوط مقاساتها بتتقسم، عندنا الصفر في النص، صفر واحد اتنين تلاتة وهكذا. ده بتبقى خيوط السمك بتاعها كبير، لكن أقل من الصفر اللي هي واحد زيرو، اتنين زيرو، تلاتة زيرو، أربعة زيرو، دي بتبقى خيوط رفيعة. يعني كل ما أعلى بالرقم زيرو تحت الزيرو ده بيبقى الخيط رفيع. وإن أنا بستخدمه بقى بتختلف، لو هستخدم خيط مثلا هخيط الوش يبقى هستخدم حاجة صغيرة، لو عاوز حاجة بتمتص يبقى 4 زيرو، 5 زيرو، 6 زيرو. يعني طول ما بطلع بالرقم 6 زيرو دي معناها ان انا تحت الصفر اصلا، فالخيط بيبقى سمكه صغير. يعني عندنا الخيوط قلنا فيكريل وبرولين، قلنا الفيكريل بيمتص والبرولين ما بيمتصش. الإبرة بقى، يعني الإبرة بتاع الخيط، الإبرة بتاعة الخيط عندنا في إبرة راوند وإبرة قطع، قطع أو كاتنج وراوند. تعال نشوف الاتنين، تعال نشوف الاتنين. الإبرة بتاع الخيوط عندنا مثلا الخيط ده الإبرة بتاعته راوند. يعني إيه راوند؟ يعني نص دايرة، راوند الإبرة راوند. تعال نشوف التفاصيل. هنا عندنا الإبرة راوند، مكتوب حتى ايه راوند. بعرفه ازاي برضو ان هو بيبقى عامل لي نقطة كده، نقطة ان هي ده خيط ايه، خيط راوند. وبرضو هنا كاتب لي فوق ان هو ايه، ابزوربابل، ابزوربابل ان هو بيمتص، يبقى ده خيط بيمتص والإبرة بتاعته راوند. عندنا خيط تاني هو نفس الفكريل، الخيط هنا الإبرة بتاعته قاطعة، قاتنج، قاتنج اللي هي يعني يعتبر ربع دايرة مش نص دايرة، يعني مش مدورة. يعني شايفين دي من دي، دي راوند، دي نص دايرة بالظبط، دي واخدة شطرة كده. بستخدم انا الراوند لما يعني بخيط جزء من جوه، يعني استخدم هجيب جزء كبير قوي من جوه، لكن القاتنج وانا بقفل الجلد من بره بستخدم الإبرة القاتنج عادي يعني. بس فدي عندنا كده الفكريل، اتكلمنا عن الفكريل. طبعا يعني الفكريل سواء فكريل او برولين عندنا منه قاتنج وراوند، وبرضه بيبقى مكتوب عليه مقاس الخيط او طول الخيط قد ايه. يعني بيبقى مكتوب الطول بتاع الخيط ده قد ايه، كام سنتي يعني. بس يبقى كده اتعرفنا على الخيوط الجراحية. البرولين، البرولين بيبقى يعني لونه بيبقى أزرق كده، وبرضه فيه زي ما قلنا كاتنج وراوند، ممكن نقفل بسكان عادي. ده كده تعال ناخد التفاصيل كده. ده مقاس كام؟ 4 زيرو. الإبرة بتاعته كام؟ الإبرة بتاعته راوند ولا كاتنج؟ كاتنج، مكتوب حتى كاتنج، ورسمة المثلث كاتنج، ورسمة الإيه؟ المثلث. ده ابزوربابل ولا نان ابزوربابل؟ ده نان ابزوربابل، يعني حتى ايه ركزوا كده، مكتوب نان ابزوربابل، نان ابزوربابل لا يمتص، يبقى ده ما بيمتصش. بستخدمه في ايه؟ ان انا ممكن اخيط بيه، بس هضطر ان انا افكه، ان انا هفك الخيط تاني لو قفلت بيه سكن. لكن لو مثلا في عملية زي عملية الفتاء، عمليات الفتاء عندنا احنا عارفين ان احنا بنحط شبكة وبنخيط برولين، فبيفضل ثابت معانا يعني ما بنفكوش. بس يبقى كده اتكلمنا على الخيوط، اتكلمنا على الفكريل، واتكلمنا على البرولين.